بعد كده عندنا عنوان بيقول وزير العدل: تدخل أي دولة أو جهة خارجية في أحكامنا القضائية مرفوض. أكد المستشار نير عثمان وزير العدل أننا لسنا بحاجة لنص تشريعي بشأن إصدار الأحكام القضائية، وقال إن قانون العقوبات كافي لتطبيق القانون ومعاقبة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم. وشدد وزير العدل خلال المؤتمر العالمي الذي عقده بمقر الوزارة النهاردة، شدد على عدم القبول بتدخل أي جهة خارجية أو اعتراضها أو انتقادها ضد أي حكم قضائي مصري. وأكد وزير العدل رفضه تدخل أي دولة أو منظمة خارجية أو محلية في شؤون الأحكام القضائية. يعني كده خلاصة القول إن أي حكم قضائي ده خط أحمر لا يمكن التدخل فيه. مشاهدينا الكرام، معنا دلوقتي سيادة المستشار عبد العظيم العشري المتحدث باسم وزارة العدل. برحب بحضرتك سيادة المستشار. أهلا وسهلا يا فندم. حينما نقول إن الأحكام القضائية أو القضاء المصري هنا لابد أن يرسم بالخط العريض خط أحمر، ماذا يعني ده سيادة المستشار؟ طبعا كتير قوي هيقول طب ما هي ده مش نصوص قرآنية، ولكن هناك قواعد من الاحترام، عايز حضرتك تشرح لي هذه القواعد. لا، هو عند حضرتك أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو الفصل بين السلطات. نعم. التأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، أي عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء من جانب أطراف خارجية أو من أجانب أطراف داخلية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا استقلال الأرض. ده بالنسبة لعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعليق على الأحكام التي تصدر من القضاء. نعم. عملية التصدي بقى يا فندم، ازاي نحن نتصدى لأي تدخل، سواء كان التدخل ده خارجي، تدخل أجنبي، أو تدخل من منظمات دولية، أو تدخل محلي من بعض الحركات أو من بعض القوى السياسية وما إلى ذلك، نقدر ازاي يا فندم ان احنا نتصدى؟ هو بالتأكيد احنا فوجئنا بتعقيب على، يعني فوجئنا بردود فعل خارجية على قرارنا في قرار المحكمة، وده أمر كان بالنسبة لنا مستهجن تماما، إن هو لا يجوز التعقيب على الأحكام، واخد بال حضرتك؟ نعم. وبعدين الرؤية هم مش فاهمين إيه بالظبط اللي حصل. أنا أحب أوضح لحضرتك إن المتهمين اللي تم إحالتهم أو تجرى محاكماتهم بتجرى محاكماتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية. نعم. وهم كان في اعتقادهم إن هم أمام محكمة استثنائية، وإحنا نحن ليس لدينا محاكم استثنائية. المشكلة الثانية إن هم توقعوا إن هذا حكم، ونحن نقول ان هذا ليس بحكم بل قرار. قرار لفضيلة المفتي بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي، فالمحكمة من حقها أن تعدل عن حكمها أو تؤيده، مثل ما حدث في القضية السابقة اللي إحالة 529 متهم إلى فضيلة المفتي. فضيلة المفتي صدق على 69 من المحكوم عليهم، والمحكمة أيدت ل 37 متهم فقط. نعم. أخد بال حضرتك؟ نعم. فهي دي بقى المشكلة اللي وصلوا ليها لردود الفعل الخارجية، وبالتالي إحنا ما بنعلقش على الحكم، إحنا بنعاقب أو بنفهمهم المحكمة في إيه بالضبط. زائد أن المتهمين من حقهم الطعن على الحكم، وحتى لو لم يطعن المتهمين على الحكم، النيابة ملزمة بالطعن على الحكم. وفي هذه الحالة لمحكمة النقض العليا أن تعيد الأوراق مرة أخرى لدائرة أخرى لتنظرها. المشكلة الثانية المتهمين معظمهم محكمة غيابية، يعني الحكم النهاردة لإحالة 683 متهم 608 متهم غيابي. فالمحكمة بتدي حد أقصى حتى ينصل المتهمين أمام المحكمة، ويبقى في إعادة إجراءات للمحاكمة من جديد خالص، تنظر الأوراق من الألف للياء، من الألف للياء مرة ثانية. نعم. طب سيادة المستشار، يعني إزاي إن أنا ممكن لمنظمة أو لدولة وما إلى ذلك إنها تعاقب بكل ما يكون عندها قرائن واضحة تستند عليها؟ إزاي أي حد في الدنيا لازم عشان أتكلم وأصدر رأيي لازم يكون عندي معلومات كاملة علشان يبقى الرأي حتى مكتمل؟ طب ده معناه إيه يا فندم؟ معناه إيه يعني هذا؟ يعني أنا هعتبر إن هو إلى حد ما يعني تهور في إن أنا أعلق على حاجة وأنا مش ما عنديش المعلومات الكافية لهذا الشيء من جميع جوانبه. يعني هم كانوا يعتقدوا إنها محاكم استثنائية وهي مش استثنائية. أكيد. نعم. طبعاً إحنا بنفرق بين شقين، الشق الداخلي المفترض إن هو لا يجوز التعليق على الأحكام طالما أنا لا أفهم عن الأحكام شيء أو عن القضاء شيء. وأنا أقول لحضرتك أنا كقاضي لا يجوز لي التعليق على حكم قاضي آخر أصدر، واخد بال حضرتك؟ نعم. إنما بالنسبة للردود الفعل الخارجية، إحنا تواصلنا مع وزارة الخارجية والهيئة الاستعلامات وأصدرنا بيان منذ يومين، والنهاردة كان في مؤتمر برئاسة المستشار
المستشار الجليل وزير العدل نير عثمان، وضحنا للرأي العام الخارجي وشرحنا ظروف المحاكمة ايه بالظبط، وده قرار وليس بحكم، الى ان انتهينا بالبيان اللي صدر وعمم على جميع دول الغربية. نعم. طب سيادة المستشار، سؤالي الاخير لحضرتك يا فندم هو هل في مثلا خطأ معين جاي من ناحيتنا؟ هل احنا مطالبين يا فندم ان احنا نشرح كل الجوانب للمجتمع الدولي ويعني اي حد اخر غيرنا، يعني غير المجتمع المصري، هل احنا مطالبين يا فندم ان احنا نشرح كل ويبقى عندنا دفعات دائما نطلقها، ولا ده شأن داخلي وما احناش مطالبين واحنا كده يعني يعني بنمارس حقوقنا؟ هو طالما الامر وصل لردود فعل خارجية احنا وضحنا، ومش مطالبين ان احنا كل مرة في حكم يصدر ان احنا نوضح الاحكام اللي بتصدر عندنا. لان انا اقول لحضرتك يعني هاتي لي دولة من الدول الاخرى احنا تابعنا محاكمهم او نعم. احكامهم نعم. يعني ده تدخل بالنسبة لنا تدخل سافر، شيء فظيع يعني. نعم. وبعدين هم قالوا ان الدولة او السلطة التنفيذية بتتدخل في شؤون القضاء. لو كان لينا بعض الشيء من التدخل كنا أمهلنا صدور هذا الحكم في وجود السيد وزير الخارجية الآن في واشنطن. لو نعلم أن هذا الحكم سوف يعني هيشير الرأي العام الخارجي وإحنا لنا تدخل مع السلطة القضائية كنا أمهلناه، ولكن بدليل أن السلطة التنفيذية ليس لها أي تدخل على السلطة القضائية ووزير الخارجية متواجد في, 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 في أمريكا، الأحكام القضائية صدرت بنزاهة وشفافية، والقاضي لا ينظر إلا بضمير الحر ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يطلع إلا يعني بيطلع على أوراقه والأدلة والقرائن وشهادة الشهود ثم يصدر أحكامه. نعم. وبالتالي إحنا استهجلنا جدا الوضع الخارجي اللي هو تدخل في شؤون القضاء أو الهدف منه الإطاحة بالقضاء، وهذا لا يمح لم يحدث إطلاقا. نعم. بنشكر حضرتك سيادة المستشار عبد العظيم العشري المتحدث باسم وزارة العدل، بنشكر حضرتك يا فندم، وأيضا بنشكر القضاء المصري الشامخ والنزيه.